قدومي كحجينك كواد حزبك هو داني أحمد مومن سعيد أي واحد وقال لي ترتن كدور شذا قراها دحين كدي برئيس جارة وسيتي بيجا الصومالي كيبل سدو وربعين تور كاسير جيسن وقصو دري وريه إن فيصل فيفا ورجيسن وقصو قرما أحمد مومن سعيد قدومي كحجينك كواد حزب سياسات كمعارض كوداني وحيلقان كميدة لبدا مشارح ايكلي ايسوغو صوبحي وريكا اوكو دنبيه الشركة قلاح الدحالوغو كلاساريو مشارحين تهو تاقن تاقادة مدحوينة اي مدحوينة كوحيقان احسبيقا وضاني وريسي قارا قدهر جيسوكو سيني تيفيقان عالميقا سومالي كيبل ايا مركي وقو ريسيقي حيساو تحيلقان كريفتي انيسوسو تاقو حيلقان تاقادة مدحوينة كوحيقان احسبيقا وضاني هذيات بضما السنطة فيصل يو سومالي كبحين مركان سكول كدوسي وسدين جريبا وحدنين جرينان انا كم من نقضوا سياسيين تا وانا ما هوغان كتلكو حق قبطو رنتي وان جعل هاي الطلاله دلكا انا هوغاميش كم من نقضوا سي حالدا انتي اوديدا مركا هدي لاي وغوليان واخا اوغو بدلو رنتي دي وا حلكين كوسبلنو انو اغنو هاي ميل في عمي مانتا مرسا حكومات كستو دلكن قبسطانا وحبي كسو كرينس لان واحس لان هاي وحيابا بدن او مانتا كردمان يد كسو كرينتا هاد كسو بيرنسين وحو سيدو كان احمد مومن سعيد شرحات قارحانيت كبحنا يا مرحلة دي عدكا ايولا سو مري حيليقي لغو قد جري اساسي دا اروكي وداني ايو قد جري حسبيقان وداني وحن كميدا هاي وغيان كحسبيقا اما كانوا وحانا يقدومي كحينكي كواد هادان امكو حانو شرحاني مدعوني كحيقين رنتي حسب انه حجرا شنتي سنه وحير باو قدمن انت وحسب جرينا انت بدن وحنها هوغاميه حسبغا او دوغتين قدوميهي انت بدن بارلمانكا ايو شقدي سو قدوبي بارلمان او بارلمانكو شقدو انت بدن قبني اد حسب ودي شقد غانت كو هيسبنها وحس لها لخ غوبل سومالان اد منتي تاغر بدن رنتي ما جيرتو عدة قلها ده إما دونتها قبل هذا القصة حلا يانا وعد مد والنول بو قرنية ما قاعد موقع بو قرنية ونول نو حي قرية إن هاي إنك كلية حق ولا مانتي إنه حسب وطني مد حوينا كحيجين كان نقطة مرك الله إجا تعبك مرك الله إجا أنت عارضني ماذا يعني كسوة دي حسب كسوة دي إيه هوش بدن إيه تعبك بدن حسب يعني قليل مانتي جانس كوت عيد قليل مجرتو وحس لها مانتها إلى وحكر الجنية ان ku guuleysan doono shirka golaha dhexe oo ilaayban kara jeen ku guuleysan doono dadaal badan waan wada waan si dadaali doona guushuna gacanta ilaayba ku jirtaa lagaan waxa rajaynaya inaan ka mid dhariyo mirahayda hadii ilaayro mar aan wax ka weydiinay gudoomiye ku xigeenka xiriirka ka dhaxay isaga iyo hoggaamiyaha xisbiga wadani Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Erro ee waxa uu ku jawaabay sidan Cabdiraxmaan runtii waxaan isku ahayn u cidna waan isku ahayn markii dambe waxaan ka mid ahaa xubnihii markii uu dambeeyay xisbiga u cid dehan maxkamad oo tiyaan isla galnay ila markii dambe aan iyo Cabdiraxmaan waxaan go'aansanay de markii dambe oo 12 xubnood aan ku ah oo koobnayn inaannu aasaasno maadaama urur la furay urur marka ururka ay maba ka wadan imaannu aasaasnay debna xisb qaran buu noqday shanta sano ee muddada shanta sano inta yar ka dhimantahay aan xisbiga wadnayna runtii aan iyo Cabdiraxmaan waa gudoomiyahaygii أنا كحجين كسبان هاي وحنا قدر حيسا شقة ونكسن وآدم ونكسن ما نقدر حيسا ما كحرير كي يقول مرور بواديات بونكسن وايد الشقة نقدر حيسا شقة ذا يتعب كي يحس بقصة نقدر هي ما كا إلا إمكا وح أنا قصة حبنا بدي حرير كي وحك كبدلين مشروا أحمد مومن سعيد وحو قنانة كتير مامي إن حلقان وأقبل دونو نتيجة كسو بحدا الشركة قولة حدها مشارحين تلقو كلا ساريو waxaan u fariin u diray gudahan taageerayaasha xisbiga wadani gaar ahaan xubnaha golaha dhexe ee ka qayb geli doona shirkaasi isagoo soo jeediyay in dhankiisa ay siiyaan codkooda si uu hanto kursiga uu sida weyn ugu taamayo inuu xiligan ku ruqansado oo Faisal Maxamed Aadan Faisal FIFA TV-ga caalamiga Somali Cable magaalada Hargeysa